شكرا عبد الله العلي. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان، معا هنا وفي اطار المباراه الوديه استعدادا لكاس العالم فيفا قطر 2022، هنا وبالتحديد في ملعب استاد كاس العالم في سيئول عاصمه كوريا الجنوبيه، مباراه ما بين كوريا الجنوبيه صاحبه العشر مشاركات بالمشاركه القادمه ان شاء الله في قطر في كاس العالم امام البرازيل صاحبه العلامه الكامله وأرض كرة القدم البرازيل وصاحبة بطولات كأس العالم في خمس مناسبات، في مواجهة خاصة اليوم أمام فريق الشمشون الكوري، فريق سون وانغ مين هداف الدوري الإنجليزي الممتاز بمشاركة مع النجم المصري محمد صلاح، وفي مواجهة مع نيمار ونجوم البرازيل أمامنا هنا في هذا اللقاء المقام طبعا، وكان آخر اللقاءات اللي جمعت ما بين الفريقين أقيمت في استاد محمد بن زايد بالجزيرة نادي الجزيرة في أبو ظبي، وكان تفوق البرازيل بثلاثية نظيفة في تلك المباراة. مباراة مهمة في قيادة تحكيمية اليوم لحكم هذه المباراة الحكم الياباني، الفترات كان الكل يتحدث عن أن كوريا يعني هي كانت مع لوسيو المدافع الشهير، وهذه تسديدة حلوة حلوة المباراة بادية حلو، ولوكاس باكيتا خلاص احنا يعني البرازيلي اليوم مع راحة بعض اللاعبين، وأول أهداف المباراة عن طريق النجم تياغو سيلفا ابن 37 عام نجم سيليساو، ولكن راية كوريا الجنوبية انطلقت المباراة واللقاء سريع على هامش طبعا لمباراة مع قيادة رائعة الحقيقة لميسي لمنتخب الأرجنتين، على طول كرة هدف أول اتعملت حلوة قوي الكرة، ومين اللي بيسجل أمامنا هنا بهذه المهارة اللي دخل من خلالها فريد وريتشارلسون أمام لم الكابتن والقائد، وأمامنا هو اللاعب الأعظم في تاريخ كوريا، وتسديدة حلوة من إمبيوم أمامنا، ووقع الحكم ساتو الياباني وقع هدف، أدي أمامنا ساتو ريتشارلسون وتسديدة لكن إلى خارج، تسديدة لكن فريد، أدي فريد امام المدرب المميز طبعا جوز هيدنك الاسطوره الهولندي اللي كان وصل بيهم الى اعلى منذ قليل رافينيا، وهدف ريتشارلسون في ملعب استاد كاس العالم احد ملاعب كره الهدف، ادي الكساندرو امامنا عد حلو قوي، شوف فريد مكمل فين، وامامنا هنا ياس عنوان عريض البرازيل يعني اللقب، والبرتو كارلوس 125 وضل لقاء 123 تحركه من جانب رافينيا يلف كره حلوه قوي، يا طولتين كاس عالم مع منتخب البرازيل بان امامنا، لكن اللي مكمل عايز يعدي على طريق رافينيا امامنا يعلق كره عاليه لتشارلي، كان ما بين السبيرز وما بين الارسنال على المركز الرابع المؤهل الى تشامبيونز ليج، على طول كره تعود، ادي نيمار مباراه سريعه ممتعه في وقت يعني مبكر، مباراة على فكرة بتوقيت البرازيل، تحرك من اللاعب هيتشان الاستلام تحت ضغط تسديدة، يا ولد هوانغ وي جو، هوانغ يسدد أمامنا لاعب نادي بوردو التعادل، بص الخطأ الدفاعي المنتخب الكوري أمامنا هنا في غفلة دفاعية من رقابة، استلم حلو قوي نيمار والمواجهة ولد على نيمار ثبت كيم سوانج جو رقصة برازيلية هنا في هذه اللقطة، الحارس الكوري الجنوبي في زاوية والكرة في زاوية لأن من نفذ هو نيمار جونيور، وتيتشي أمامنا هنا يصافح دكة البدلاء، روح عالية قوي البرازيل، روح عالية قوي، بص شوف نيمار، بص هنا محاولة للانطلاق على طريق سون نجم الاسبيرز، وهناك فاول على سون هوانغ مين، فاول على سون هوانغ مين، فاول في اللقطة اللي فاتت، هيلعبوا مع اليابان البرازيل في يوم 6 ان شاء الله في طوكيو، ثم يوم 24 مع الدنمارك، الى باكيتا يلف كره حلوه لكن الدفاع المره دي على طول يطار، وانج تصل الى ريتشارلسون المنتخب البرازيلي، وفاول لصالح البرازيل، فاول لصالح منتخب البرازيل، تدخل قوي من جانب اللاعب اللي كان امامنا اللاعب امبيوم ريتشارلسون المتالق، ريتشارلسون سجل في نهائي كوبا امريكا 2019 في هذه المباراه الوديه التمريره الحلوه، باكيتا على طول من لمسه واحده لكن يطلع كيم سيونج جيو امامنا ينقذ هدف لباكيتا، لوكاس باكيتا تالق الحقيقه من سيونج جيو في اللقطه اللي فاتت، لكن شوف نيمار جانب اللاعب رافينيا الى باكيتا لنيمار يسند الى الكساندرو المره دي قال له قوم بقى، المره دي قال له قوم كيم يونغ وان قال فيها ركله جزاء ثانيه، الكساندرو نجم اليوفنتوس عامل ازعاج، نجم وحكم اللقاء ساتو هيدي ايه امامنا، ركله جزاء جديده في مباراه اليوم،
ركلة جزاء جديدة. ألكساندرو أستاذ أستاذ ورئيس قسم في الكرة اللي فاتت دي. ألكساندرو حطه في زاوية، حطها له على شماله، وادي أمامنا هنا الكرة. نيمار يا حبيبي يا حبيبي عالدلع يا حبيبي عالدلع، بص الدلع البرازيلي ومحدش يعملها إلا نيمار جونيور. أمامنا هنا ببرودة وبأعصاب هادئة يضع ركلة الجزاء، يعني إيه يعني حاجة يعني فيها نوع من الثقة، فيها نوع من المهارة، لكن المهارة لأصحابها، المهارة للبرازيل، لأن البرازيل هي أرض رقم 15 اللي هو قلنا عليه. وادي ممكن محاولة تقليص النتيجة، لكن فرصة بتضيع، فرصة بتضيع، فرصة ضائعة. وبيبرتون أمامنا، كرة خطيرة جدا للمنتخب الكوري عن طريق أمامنا اللاعب اللي ضيع هذه الفرصة اللي كان ممكن يسجل اللاعب وو يونغ أمامنا في اللقطة اللي فاتت. هذه كرة لاعب إيفرتون، لاعب التوفل اللي بيحاول يعدي يعمل يا ولد، عملها عرضية حلوة قوي. جونيور المميز طبعا بأهدافه وتألقه، وادي مرور أمامنا هنا، لكن يا ولد يا فريد يا ولد على رافينيا، العدة حلوة قوي، اوه لما مهارة، لكن يطلع ألكساندرو أليكس تيلس الاثنين المدافعين، بينية حلوة حلوة، لكن بيلعب بمزاج. نيمار يلعبها للخلف، ريتشارلسون فوتها إلى فريد إلى رافينيا، راجل حد يكعبل في الوقت ده، راجل فرصة حلوة قوي الهجمة البرازيلية، لكن مرة ثانية نيمار في مباراة في منطقة الجزاء، مرة تانية هنا رافينيا، رافينيا لكن ترتطم، حاول هوانج هيتشان أمامنا التمريرة العرضية، لكن يا ولد 50 انطلاقة حلوة، استلام فينيسيوس، فينيسيوس لعبته 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 في الضيقة، لكن إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب، استعراض للقوة، طلع ريتشارلسون ودخل فينيسيوس، وخرج كازيميرو ودخل مكانه فابينيو، ونيمار يتلقى التشجيع والتحية حلول لزملائه. نيمار يبحث عن رافينيا، رافينيا يا ولد يا ولد يا ولد، كرة بقى ايه، كرة رايحة من رافينيا، حظك وحش يا رافينيا، حظك وحش يا رافينيا، 7 مباريات ده اللقاء الثامن ومسجل 3 أهداف مع المنتخب، وكورته بقى المرة دي كعبل في واحدة كاب البرازيلي برونو المتألق، برونو من انضمامه، وادي أمامنا هدف يا ولد يا ولد، منذ انضمامه للمباراة ليجد نفسه كوتينيو دخل في الدقيقة 78 سجل في الدقيقة 80 بقى ايه، خد الكرة على عبها، خد الكرة بمهارة كوتينيو، كوتينيو امامنا هنا اللي بيضع لمسة ولقطة جميلة جدا في اللقطة اللي فاتت امامنا، ويسجل كوتينيو هدف الدولي السادس القوي والحضور القوي ان شاء الله. انطلاقة حلوة للبرازيل اللي بتلعب مباراة كبيرة، الخامس جاي، الخامس جاي، انا جابرييل، انا لاعب مانشستر سيتي، انا بتضعني كبديل، انا اقدر اسجل واسجل، امامنا هنا جابرييل جيزوس في هذه اللقطة الهدف الخامس في هذه Bueno, Yago, una semana muy difícil, pero qué mejor manera de empezar el año. Sí, la verdad que bueno, para afuera, bueno, se la he leído, me he intentado meter delante de él, o dije yo, o me hace penalti o me la llevo, y bueno, creo que porque lo tenía atrás, no ha querido meter el pie para